كلمني عن العلاقة بين الفنانين في مهرجان العالمين والجمهور، وملاحظين كده الفترة دي ده موضوع بقى يعني ايه مثير للنقاش. علاقة الفنان بجمهوره، في لطف، في محبة، في قرب، في تعاون، ولا في تحفز وفي علاقة؟ لا لا لا، بص في الكم حدث اللي حصله واخد بالك في المرحلة الأخيرة ادت انطباع ربما سلبي شوية. لكن هنلاحظ مثلا الموقف اللي عمله محمد رمضان موقف مش بس شجاع، لا موقف ذكي جدا لأنه قفل الصفحة. كانت ستظل الصفحة مفتوحة حتى لو المعجب هو اللي أخطأ في حقك، يعني هو أقصاها إيه؟ أن واحد أخطأ في حقك بالكلمة أو بالموقف بالحاجتين، وانت رديت عليه انت اللي خسرت. الذكاء اللي عمله رمضان انه ما استناش بقى الموقف سريعا، لا قضاء ولا حرف دعوة، ما هو شتمني كل ده، احنا دخلنا في منطقة تانية. لا، انت قفلت الصفحة، اعتذرت. ليه؟ لانه واتمنى ان ده بقى درس لكل الفنانين. اذا الفنان بادر بالاعتذار حتى لو هو اللي ارتكب ضده الخطأ، مش هو اللي ارتكب الخطأ، بقول حتى، وانا لا ابرئ اي نجم من انه يرتكب خطأ ما حتى لو الطرف الاخر اخطأ فيه، لان ساعتها الخطأ بتاعه يصبح خطيئة. واحد عمل خطأ ترد ما تردش عليه بخطأ لسبب ان هتبقى انت في الحالة دي ارتكبت خطيئة. الخطأ يحسب على الفنان خطيئة طبعا، خطيئة على طول ومالوش مبرر مهما كان عنده، يقول لك اصله عمل اكتر، سؤال كلمة، اصله مسكني بطريقة معينة، اصله لحوح مرفوض. شوفوا ام كلثوم، لسه كنت هسألك يا استاذ طارق، الفنانين زمان كانوا بيعملوا ايه؟ يعني مثلا وهي في بعد 67 دي بنتكلم على حفلة عملتها ام كلثوم في باريس، مجهود حربي، وغنت غنت الاطلال، يعني قصيدة عاطفية مغرقة في العاطفية. فالمهم احد المهاويس وهم كثروا جري على المسرح، فالامن طبعا اعتقد انه ممكن يعمل اي حاجة، اي حماقة طب. بس وصل قبلهم ومسك رجل ام كلثوم، كان عايز يقبل قدمها، نوع من الاعجاب، اعلان حبه. ده هوس. لكن طبعا لكن الجمهور، لا قصدي الامن، ما عندوش فكره انت عايز تعمل ايه. طبعا ولازم يقوم بدوره طبعا. فشدوه وكان ماسك رجل ام كلثوم. عملت ايه هي بقى؟ وقعت. حلو. ماشي. طبعا ام كلثوم تتكلم على واحده كانت يعني كانت تجاوزت 70 وقع على المسرح، دي ام كلثوم. على طول بقى ذكائها وثبات انفعالي، يعني دي انا احلها للثبات الانفعالي. وقفت، فالناس هتبقى عايشه اصل الحدث ده، اذا انت خليت الناس تستغرق فيه الحفله باظت طبعا. فالفرقه عزفت بناء على اشاره من ام كلثوم، فهي بتقول ايه في القصيده؟ هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ فهي قالت ايه؟ هل رأى الحب سكارى وشاورت عليه مثله. الله. فالناس ضحكت وقفلت بتاع وكملت، وكأنه نموذج عملي على قصيدة. شوف قد ايه خفة دمها وذكائها وثبات انفعالها، وعلى طول قفزت فوق الموقف، لانه في مواقف بتفسد الحفلة. على فكرة حتى انفعال عبد الحليم في حفلته الأخيرة قارئة الفنجان سنة قارئة الفنجان برضو كان انفعال هادئ، هو ده يعني حسب عليه ان هو كان قالوا بقى ان هو غضب شديد، بس كان غضب برضو يعني محسوب. يعني اختلف معاك، هو كان عبد الحليم، خد بالك الكلام ده سنة 76 كان هو تعب، كان تعب طبعا، ومشاكل الكبد بتأثر على الجانب العصبي. لا، عبد الحليم في احوال عاديه ما كانش هيعمل كده، لا مستحيل، ولا هصفر وصفر مش لا 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 مش ده. لا، عبد الحليم كان هيمتص غضب الناس. هو كان جاي اوريدي الحفله وعنده انطباع ان في مؤامره. خد بالك كان بيحصل زمان في السبعينيات انه حد يبعت حد يبوظ حفله، او كان هكذا يقال. هو كان حد الظاهر قال له الحق ده هيبوظوا لك الحفله. فانت بتروح بانطباع معين محمل ممتلئ لكن عبد الحليم في احوال عاديه ولا كان هيعمل اللي عمله، واللي عايز يسمع يسمع، واللي عايز يمشي يمشي، واللي عايز مش عارفه ايه
لا مش ده عبد الحليم. ورغم ذلك من حسن وقعة وحيدة في حياته أعتقد. هي طبعا هو برضو مرة أخطأ في حق أم كلثوم وعوقب. وعوقب صح. وعوقب بدراوة كمان. كويس من أم كلثوم. يعني بتحصل يعني عايز أقول إحنا بشر في الآخر. إنما الجميل كمان في موضوع عبد الحليم إن أنت في الآخر الغنوة يعني يعني لم يؤثر ذلك على إن القصيدة تسجل وجميلة جدا. بس أنا بعتب على الإذاعة المصرية ما عرفش ده يجوز ولا لا يعني هي اذاعتي وانا مصري اكيد استاذ محمد نور واسع الصدر وبعشق الاذاعه بصر محطه الاغاني ان لغايه دلوقتي لما بيجوا يجيبوا الغنوه او القصيده بيجيبوا الجزء ده في الاول اللي عايز يسمع يسمع واللي عايز يمشي يمشي واللي عايز مش عارف ايه لا يعني خلاص بقى المفروض دي صفحه تتقلب يعني لا بتحطهاش تحتفظ بيها عشان تحتفظ بيها للتاريخ طبعا الارشيف دي واقعه حقيقيه تاريخيه لكن ما ينفعش في كل مره اسمع قارئة الفنجان اسمع فيحيلك على طول لما حدث لا القصيده من حسن الحظ ان عبد الحليم قدر يتماسك عصبيا لكان ممكن ده ياثر على ادائه وياثر على حياته يعني كمان في الحاله الصحيه اللي كان فيها يعني وادائه للقصيده هو بالفعل هو رحل بعد عام من هذه الواقعه 77 يعني قصيده صعبه جدا جدا فليه احنا كل شويه نفكر الناس وارجوهم فعلا زي ما انت قلت اتمنى انه القائمين على الاذاعه الاستاذ نوار والمسك محطه الاغاني هم اصدقاء الحقيقه كمان انه بس يفكروا في اللي انا بقوله ده.